الفريق الجديد وتمنى توجه لعند أحمد وكان مستعد، بس أحمد اتأخر شوي بسبب وضعه الصحي. شكلك بتحبه، في دغري تنغم معه. بتحبه لأبو وديع؟ ايه من هذا والله. رحلة أحمد من عكروم لبيروت بتاخد ساعات وممكن تهدد صحته، بس أحمد كان مصر يحقق أمنيته لآخر لحظة. دموع أحمد رح تصير دموع فرح لأنه سلطان الطرب مش رح يخيب أمله. هلا فيك استرابع وبسوريا كمان. أهلا بالست سوريا يلي هي مسؤولة عن جمعية تتمنى تتمنى أكيد للناس الطيبين الفقراء المرضى، جبت لهم تمنوا بتحقق لهم الأمنيات، وهذا الشيء كتير عظيم وشيء كتير الله رب العالمين داخل اسمه بيشوفه، والله بوفقها. وما أنك أنت كنت متبرعة تيجي وتقومي تعملي هالحلقة، مش حلقة يلي هي هالمفاجأة اللي هلأ الشاب الطيب اللي جايبك اسمه أحمد. ما ايه أحمد قال له أبو حميد حبيبي عمره 17 سنة ما بعرفه هلأ هلأ بتتعرف عليه، هو رح ينصدم ورح يتفاجأ. يعني مخبرينه تمنى أنه رايح عند الحكيم وقع بحال مرضي وحلمه أنه يشوف أبو وديع. قال لهم الأسبوع الماضي، قال لهم طب أنا صار لي قديه طالب من تمنى أنه يحققوا لي حلمي، بعضهم ما فرجوني، لا يعني ما عرفوني على أبو وديع. حق عليك، حق على سوريا. عن جد أنا بدي أشكر تمنى أبو وديع اللي عطوني الفرصة كمان أنا ألتقي معك، عم بحققوا أحلام الطيبين مع الناس الطيبين اللي مثلك. لانه حضرتك لما سمعت دغري قلت انا اجمل شيء عندي بالحياه اني اقدر احقق امنيه لحدا. هذا شيء كثير بفرح لي قلبي عن جد، هذا من الله. الله محبب الناس فيني، واللي بحبني انا خصوصا بهيك وضع. هلا انا زي الحجات خاصه مثل ايدي بعد ما صحيت. انت شو انت جمعيه تتمنى؟ في اتمنى شيء؟ اتمنى يلي بدك هيك، ضلكم بخير، ضل كل الناس بخير يا رب. يا رب يا رب الله يسمع منك. طب هلا شو بدنا نقول له؟ كيف بدنا نستقبله لأحمد؟ خليه علي انت، بتتوكل المهمه بدأ. ابو وديع نحن الليله عم نطل على الناس بليله الميلاد. الميلاد في ترتيله بالميلاد بتقول ليله الميلاد يومح البغض، ليله الميلاد تزهر الارض. يعني تسامح، يعني لا لا. أنا بالنسبة لي كل يوم ميلاد وكل يوم عيد وكل يوم بحب التسامح، بكره البغض، وهو أكره شيء عند الله تعالى البغض، الشرك بالله والإضرار بالناس. البغض ما حلو، محبة حلوة. طب إذا بدك تقول لحدا اليوم سامحني، لمين بتقول؟ ما في رب العالمين. وإذا أنت بدك تسامح حدا مين؟ مسامح على طول أنا، ولا مرة حقدت أو زعلت أو غضبت على شخص؟ هلا في مثل هلا جديد، يعني مثل نكتة هي يلي بده يضرك ضره، وخلي تسامحها لجورج أرداحي المسامح كريم. أبو وديع، بابا نويل شو بيعني لك؟ شو عناه لك قبل وشو بيعني لك اليوم؟ بابا نويل بيجي بفرح الصغار. ايه ما انت كنت صغير يوما ما فرحك ايام نويل. احنا ما كان في بابا نويل، ما كان في بابا بعد طلعنا انا وبكير. اي قلبي. طب اليوم شو بيعني؟ ما بيعني لك شيء بابا نويل؟ شو بيعني لي يعني؟ خي بيعني لكثير ناس يعني. انا بعد بيجي بفرح الاولاد، بيجي لعند عند الناس اللي عندي. ليه؟ لانه بيجي عندي قبل بياخذ السله تبعه عندي من عندي بروح بوزع. بروح بوزع على الناس. وين الشجره؟ ما مزين شجره. بدك تضحكي على الناس يا رابعه؟ نحن بعدنا بشهر 11 نوفمبر وعم نصور هالكلمتين لشاب اسمه احمد.
بس بتزين شجرة ميلاد، بتحط شجرة أكيد ميلاد. لكن أنا ما بتنيش هيك أمور. إيه. بس إنه حلو هيك بذكرنا بعيد ميلاد. تتكل على الله دايماً متكل على الله. لا أكيد كلنا متكل على الله كلنا. اتكل على الله بكل شيء والحمد لله. الحمد لله. وحياتك. طب خلينا نحكي هلا بشيء هيك معنوي، إذا أنت هلا بابا نوير بده يحقق لك حلم، شو بتطلب منه؟ غير لون الأحمر، بحب لون الأحمر. هو أصفر؟ لبسه أصفر؟ أصفر طبعاً أصفر. ليه؟ هلا خلص يلي بيعرف شو أنت أصلاً بيفهم لحاله. كلنا منا في حدا ما بيعرف في لبنان شو معناته الأصفر؟ بلبنان كل لون له حكاية. شو مرة لبست أنت بابا نويل؟ اخ يا عبالي البس هلا مثل زورو او جيب هالسيف انزل فيك رابعه. لا يا طيب. انا انسان كثير عايش طبيعي. انا عيد ما بعرف. انا عيد ميلادي ما حدا بيصير يحكي معي. عيد ميلادي كل ما بكون مبسوط، كل ما بشوف حبايبي بخير، هذا عيد ميلادي. هي بالاجمال الفنانين كل ما بعمل شيء ناجح هذا عيد ميلادي. ممنوع حدا يقول لك عيد ميلاد سعيد. لا شو؟ تقبره. لا بدي اقول شو انا عندي مكتب في الموتى. لا يا قلبي لا. الحياه حلوه طبيعيه. شو اللي بيبسطك يعني؟ العمل، النجاح بالعمل، الصحه، الاولاد، شو اكثر شيء بفرح لك قلبك؟ كثير اشياء، كثير اشياء بالحياه بتبسطني. ايه اعطيني هيك اكثر شيء بقلبك الشخصيه لالي يعني. ايه بس اطلع لبرا هيك شوف كل الناس مبسوطة فيني وأولادي وبحبوني هيك مع إنه بتضايق. ليه بتتضايق؟ لما بيجي عمالي أروح آكل مطعم ما فيني. ما في أكسر خاطر حدا. بدي أحب الكل وسير الكل لأنه اللي بحبني هيك لازم أحبه كثير. أنا الله خلقني بهالدنيا خادم. خادم لهالعالم فرحة. بحياتك. والله عمل لي هالضربة هيك إيدي بعدها إن شاء الله بتصح. ما تتصوري اسعد انسان بكون في ناس مثلا لا سمح الله في ناس غيري صاروا هيك شغله يمكن بيقتلوا حالهم. لا بيكتئبوا لا بس انت هلا احسن بكثير الحمد لله. بمك احسن ولا مش احسن؟ من الله حلوه. مش من الله يعني الله افتكرني. ابو وديع يعني ما فيني خبرك قد ايه نحن اليوم مبسوطين. انا شخصيا قد ايه مبسوطه انه عم نعمل هالمقابلة الخاصة بالميلاد والسبب هو تمنى وأحمد. يطول عمرك يا رب. بس أي متى حنعمل حوار أنا وياك على التلفزيون؟ بوعدك عن جد بوعدك إذا كان برنامج حلو عملتي عامل برنامج جديد. إيه حضرة شيء جديد. أوكي حبيبتي بوعدك بعملك حلو. بعمل لك برنامج خاص لإلك يعني غير البرنامج اللي بطلع. هيدا بكون أحسن. توعدني؟ وعد. وعد أبو وديع هو وعد شرف ما في. أنا بوعد بوعد شيء ما بكذب. أكيد. أوكي. خلاص هيدا أحلى سكوب الليلة. كنا على حلو نأخذ حريتنا بنحكي على كل شيء. أوكي وأنا سهل ما أنا صعب. واضح واضح أصلاً استقبالك الليلة لقلنا وقديم متحملنا هيدا. عندي على البيج وعبايتكم كرامة الشاب اللي اسمه أحمد. يا رب ما ولا شاب ولا طفل ولا حدا بالدنيا يشوف أذى. يا بيي عرفي لعندي بيه عرفي لعندي تعال هون بعمل تمثيليه لمحمود ياسين عرفي لعندي قول والله دخيلتي زكاه مرحبا يا حجي كيفك يا اختي؟ اهلا يا احمد طول عمرك شرفي كيفك يا حجي الله يسلمك اقعد حمدو احمد اقعد هون اقعد هون تعال حمدو تعال تعال يا بيي تعال كيفك أحمد؟ ماشي الحال؟ الله يطول عمرك يا رب. الله يطول بعمرك وبعمره، هي شاب مثل القمر. الله يخليك. لك يا حجي أنت إنسانة مؤمنة ما هيك بالله؟ أنا بس أطلع بإيدي وشو الله عمل لي أسعد إنسان بالكون.
الله استفادني، بس الله استفاد بني ادم يعني رب العالمين شايفه. انا حييت طيب خاطر كل الناس واجبر بخاطري لانه الله جابر بخاطري، وكل ما اجبر بخاطر حدا الله هو بيجبر بخاطري، وانا بحاجه انجبر خاطري. اخ يا حجي لو بتعرفي انا اللي فيه مش المرض ولا شيء. اخ علم شوفه بالحياه اللي الله اعطانا اياه، اعطيني قدره استوعب كل اللي عم يصير معي، كل هيك صدمات عم يصير معي، والصدمات عم تجيني من اقرب المقربين يا اختي. الله يشفيك يا رب. الله يشفيك انت حبيبي. الله يشفيك. الله يشفي الجميع. امين يا رب. طب خبرنا هلا شو رايك بهالمفاجاه؟ خبرني يعني شو بدك فيها؟ خبر ابو وديع شو رايك بهالمفاجاه؟ ما تحكي معي كرهاني. لا بتحب ابو وديع. انا من انا وصغير بتمنى اشوف اولي. اقعد دخيلي اللي خلقك وقت بربك يعني قد ايه بدك تشكر تمنى؟ حلمي وطموحي من انا وصغير اشوفه. يطول عمرك ابو وديع يا بي، بحب كل الناس والناس بتحبك والله. الحمد لله يا بي، هذا فضل من الله. حبب الناس فيني ويعطيني موهبه وقدره لحب اللي بحبوني اكثر. حافظ لك الاغاني لابو وديع؟ انت بتحبيني يا حجي؟ بسمع كثير. دخيل اللي خلقك يا حجي. حكي. والله كنت صغيره طلعت شطاره. اسمع اسمع، وانت صغيره؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كنت ادخل تجاره؟ انا كنت هلا انا عجبك امك عم تدخل اختيار؟ شكرا يا احمد وابو وديع، شكرا كثير كثير كثير. لا يا اختي ولا الله يعطيك أنا. كل الصحه ويعطيك الصحه يا احمد حجي. خليني كده انسان بالكون اذا فيه فرح انسان. الله يطول بعمرك ابو وديع. بعد بتحكي كثير يا رابع اليوم. خلص ما حاحكي. ابطل اسالك.